دي شقة غرفتين وصالة، مساحة 115 متر، داخل مجمع الزراير الجديد. عندي ده المدخل، نظام مطبخ، مطبخ أمريكي، مطبخ كامل من الأجهزة الكهربائية. أقدر أخرج للبلكونة من هنا، بلكونة بتاعتها كبيرة. طالع على الجبال، على الطبيعة. دي عندي أول غرفة بقدر أخرج للبلكونة منها. عندي ده الحمام، عندي هنا دي الغرفة التانية، مكان للدولاب، شكل الغرفة، وأقدر أخرج منها برضه للبلكونة. كل الغرفتين والصالة أقدر أخرج منهم للبلكونة.